إلى كل أقل في محاول القتال. نعلن في هذه اللحظات التاريخية تحرير العاصمة طرابلس بكامل حدودها الإدارية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. انتصارات تتوالى وصروح المجرمين تتهاوى أمام ضربات بركان الغضب. فبعد تحرير جنوب طرابلس وقصر بن غشير وجاءت ترهونة وفي الطريق سرت والجفرة، والحرب قائمة في ليبيا لكن العزاء في القاهرة وأبو ظبي، وكما يقال على قدر الألم يكون الصراخ. وعندما نستمع إلى الإنقلابيين يتحدثون عن الحرية وحق الشعب والاختيار الحر والحلول السلمية، فهو حديث العاهرة تتحدث عن الشرف. لازلنا معكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه التغطية المباشرة ومتابعة ومواكبة لانتصارات بركان الغضب وقوات الجيش الليبي على مشارف مدينة سرت. معي في هذه الساعة من التغطية السيد عبد الله إرفادي رئيس حزب الجبهة الوطنية عبر الهاتف، وعبر سكايب الدكتور محمد الحريزي عضو المجلس الانتقالي السابق. نعم، وكذلك أيضا العقيد أبو زيد أبو شواشي أو العميد أبو زيد أبو شواشي آمر القوى المتحركة عبر الهاتف. فباسمكم جميعا نرحب بضيوفي الكرام، وأبدأ بسيادة العميد أبو زيد الشواشي. مرحب بك سيادة العميد، وربما لو تطلعنا على سير العمليات العسكرية الآن. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الكريم، الغرفة الرئيسية لتحرير سرت الجفرة تعلن عن انطلاق عملية دروب النصر لتحرير سرت منذ البحث اليوم. تقدم بحد جديد لقواتنا بسبب وجود طبعا طيران معالي وحربي مسير، كذلك وجود أنظام في كل مكان في كل منطقة للاقتصاديين للمشاركين، ولكن التقدم والحمد لله موجود لدرجة أن تعمل السيطرة على منطقة الإشكال. إذا أنت تؤكد أن التقدم لازال إلى مدينة سرت، ولكن هناك أنباء أن هناك قصف من العدو على قواتنا في منطقة الوشكة. نعم، قواتنا سيطرت على منطقة بالكامل وتقدمت وسيطرت حتى على بوابة على بويرة الحسوم. تنم غنم مجموعة من الآليات وأعطى عدد آخر. العدو في تقهقر تحت ضربات جيشنا البطل. الحمد لله، يعني نحن مصرين ومصممين على تحرير مدينة سرت بالكامل. ما زالت تتقدم وصلت حتى للمحطة البخارية. مدينة يعني الجيش يصير بخطط أو كما ساعات دعم نزاهه يتم على مدينة مش عارفة. يعني حتى في المحور الجنوبي، حتى في المحور الجنوبي اللي هي نعم. سيادة العميد لو سمحت فقط تكون في تغطية حتى يكون الصوت واضح ونستمع لك. نحاول. طيب أرجو أن تبقى معي، إذا أنتقل إلى الدكتور محمد الحريزي عضو المجلس الانتقالي السابق. مرحبا بك سيد الدكتور محمد. دكتور محمد الحريزي، الآن لعل القوات على مشارف مدينة سرت، وهذا الانهيار الدراماتيكي الذي حصل لقوات العدو بهذا التقهقر، إلى ماذا ترجع وكيف تصفه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى وعودة المهجرين والمغيبين إلى ديارهم إن شاء الله. ونهني أسر الشهداء من زوجاتهم وأبائهم وأمهاتهم وأولادهم
بهذا النصر الكريم، كما نهني الشعب الليبي وكل حر في العالم العربي والإسلامي بهذا النصر على قوة الشر التي تريد أن تعيدنا إلى الظلمات، تعيدنا إلى حكم الفرد، تعيدنا إلى حكم التبعية، تعيدنا إلى حكم العسكر. نهني كل الأحرار في كل العالم بهذا النصر، وانتصار الثورة في ليبيا هو انتصار لثورات الربيع العربي في كل مكان بإذن الله، وهي بداية لهذا الانتصار. هذا التراجع الكبير أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتصميم وتضحية أبنائنا ورجالنا في الجبهات من عسكريين ومدنيين الذين يتحركون دفاعا عن الحق ودفاعا عن الدين ودفاعا عن العرض ودفاعا عن هذه الثورة التي في سبيلها ضحى الشباب والرجال والنساء وقدموا الغالي والنفيس في سبيل هذه الثورة المباركة. هذا الحق وهذا هو الذي دفع بهؤلاء الشباب، بهؤلاء الثوار، بهؤلاء العسكريين أن يتقدموا لهذه الجبهات. ثم أيضا لا ننسى الدعم الذي جاءنا من الأصدقاء من تركيا ومن غير تركيا الذي دفع الروح في هذه الحكومة التي كانت تخشى مجابهة هذا الطاغية، لكن هذا الدعم الكبير وهذا الدفع دفع فيها الروح والحياة وتحركت من جديد وأصبحت هناك إرادة، لأن في السابق لم يكن هناك إرادة سياسية، وإلا ما وصل حفتر إلى ما وصل إليه. لو كانت هناك إرادة من البداية لم يكن حفتر ليصل، بل كان ربما ضرب في موقعه في مركزه في المنطقة الشرقية قبل أن يصل إليه، ولكن الحمد لله الذي وصلنا إليه الآن هو تقدم كبير وهو انتفاضة وهو استمرار لدفع لهذه الثورة. الآن نشعر كأننا أيام ثورة 17 فبراير، المدن تتحرر، المدينة تلو الأخرى، والناس ملت من هذه العصابات، ملت من هؤلاء المجرمين، ملت من هؤلاء الججويد، من هؤلاء الروس، من هؤلاء العصابات الذين لم يشهد لهم التاريخ مثيل، الذين فعلوا الأفعيل، قتلوا الأبرياء وعذبوا الرجال وانتهكوا الحرمات ونبشوا القبور ومثلوا بالجثث، يعني عصابات ما كان يتصور الإنسان أن يراها في مجتمع ليبي مسلم نعتقد أنه عنده أخلاق وعنده قيم وعنده عادات وأخلاق. ما كنا نتصور هذا الأمر، يعني حتى نستغرب من أين جاءتنا هذه النفوس المريضة، ولكننا فعلا لا نستغرب، لأن تربية 40 سنة، التربية التي ملأت النفوس بالحقد والضغائن والتي جعلت المجتمع القبائل تثير يعني تنتقم من بعضها البعض، وجعلت العمال ضد الرأسماليين والرأسماليين ضد العمال والطلبة ضد الأساتذة، يعني هذه الروح التي تربى عليها الناس لها أثر كبير فيما شاهدناه في هذه المرحلة المؤسفة من تاريخ ليبيا. الحمد لله، الله ناصر للحق. نعم. ومن معه الحق لابد أن ينتصر، والظلم مهما طال ومهما انتفش ومهما كبر لن يصل إلى طغيان فرعون الذي قال أنا ربك الأعلى. حفتر الذي لم يعرف، ربما سيد دكتور محمد، هم حفتر وعصاباته كانوا يعولون على كمية الرعب التي يبثونها عبر هذه الجرائم، ولكن هذا كان ربما سلاح استعمل ضدهم فانقلب السحر على الساحر. بالتأكيد، يعني أولا حفتر هو لم يذق طعم الانتصار في حياته، يعني هو عاش كلها هزائم وخسائر منذ حروبه في تشاد، وكل معاركه هي معارك خاسرة. حتى المنطقة الشرقية التي لم يكن فيها إلا عدد مئات من الثوار من الرجال استمر فيها لقرابة 4 سنوات وهو يحطم ويدمر، حتى ترك المدينة يعني دمار كامل، دمر المدينة بالطيران وبالأسلحة التي كانت تأتيه من كل مكان، من كل حدب وصوب، من كل قوة الشر التي تريد إنهاء هذه الثورة بأي ثمن من الأثمان. مع ذلك يعني لم يذق طعم النصر. فالله سبحانه وتعالى ناصر لحقه، ودعوة المظلومين لم تذهب هباء. هؤلاء الأسر الذين فقدوا أولادهم، وخيرة شبابنا الذين فقدوهم حقيقة في الشرق الليبي وفي الغرب وفي الجنوب، يعني هذه الأرواح البريئة التي زهقت في سبيل هذا الطاغية الذي يطمع إلى أن يصل إلى السلطة بأي ثمن من الأثمان ولو حرق ليبيا بكاملها. الله سبحانه وتعالى يريه هذه الهزائم الواحدة تلو الأخرى، والنصر تلو النصر لهؤلاء الرجال الأبطال الذين لم يترددوا لحظة، تركوا أعمالهم، تركوا نساءهم. عذرا على المقاطعة، ولكن لا زالت الأخبار تتوالى بتقدم الجيش الليبي إلى تخوم سرت وتجاوز المحطة البخارية، وأيضا وصل إلى جزيرة الزعفران. أرحب أيضا بالسيد عبد الله الرفادي رئيس حزب الجبهة الوطنية. مرحب بك سيد عبد الله، ونحتاج أيضا تعليق
استاذ عبد الله حول المؤتمر الصحفي الذي خرج به حفتر والسيسي وحديثهم عن اختيارات الشعب والحقوق والحريات وتوزيع الثروة والحلول السلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الله وإلى مشاهدي الكرام. عليك السلام. أستاذ عبد الله لو تكون في التغطية لكي نستمع إليك. حاول نعم. هل تسمعني الآن؟ نعم نستمع إليك تفضل. نعم أستاذ عبد الله نعم أنا أبارك لك وأبارك للجموع شعبنا ليبي في كل أرجاء ليبيا بهذا النصر المبين الذي من به الله علينا سبحانه وتعالى، وهو نصر كان عندنا يقين بأنه يكون حتمي الأيام ودول زي ما يقولون، وهذا النصر يجب علينا جميعا أن نهديه إلى أمهات الشهداء وإلى زوجاتهم وإلى أسرهم وأولادهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنصر والسداد لأبطالنا وأبنائنا الذين الآن يسطرون يعني ملحمة تاريخية الآن في 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 جبهة ترك، وهم الآن الحمد لله يعني دخلوا للجزيرة وكذلك دخلوا إلى جامعة ترك. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بعون الله تعالى. يعني الحقيقة بأن هؤلاء شخص مثل السيسي أو مثل حفتر أو مثل عقيلة أنا أظن الآن تجاوزهم الزمن، وما فعلوه اليوم فيما يدعوا بأنهم مصحف ومبادرات أصبحت وراءنا ويجب ألا ننتبه لها، وأرجو من ولاة الأمر في بلدنا مجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة والمتعاطين بالشأن السياسي أن لا يلتفتوا إلى هذه الخزعبلات التي لا غرض منها إلا الإلهاء ولا غرض منها إلا بأن يقولوا نحن ما زلنا هنا. السيسي لم يكن محايدا في أي يوم من الأيام، والسيسي هو أحد الأسباب الرئيسية فيما نحن فيه الآن في ليبيا. أما السيد حفتر هذا إنسان يعني كما قلت في مقدمتك كما قال أخونا الدكتور محمد لم يذوق طعم انتصارات في حياته أبدا، وكنا نقول وأظن كثير من الليبيين يقول وقناته تقول من أول يوم بدأ فيه هذا الرجل مشروعا، أو الحقيقة ليس مشروعه إنه مشروع أولاد زايد في 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 شرق ليبيا في درنة وفي الغاز وأخيرا في طرابلس وفي جنوب الليبي، لأن هذا الرجل لم يأتي إلا لتحقيق مآرب دولة الإمارات وخططها في ليبيا، وكنا ندرك بأن هذا الرجل سيهزم لا محال، والحمد لله الآن نشهد هزائمه. الآن هو مهزوم، ومشروع الإمارات قبر، وأحلام السيسي في ليبيا قبر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال لمهزوم في معركة سياسية وعسكرية أن يملي شروط. الآن حفتر وعقيلة وبن زايد والسيسي ما عليهم إلا أن يصغوا لشروط الأبطال، هذه هي الحقيقة. نحن أصحاب قضية، نحن ندافع عن بلدنا، ندافع عن مقدراتها، ندافع عن ثورتنا التي انتظرها الشعب الليبي قرابة أربع عقود من الزمن من الظلم والقهر وتبديد مقدراتنا وثرواتنا، ولا شك بأن الله سبحانه وتعالى معنا ولو إلى حين. فيجب علينا حقيقة أن نستغل هذا النصر السريع، وأن لا نلتفت لا عقيلة وإلى حفتر وإلى أسيسي، وأن نذهب في مشروعنا الوطني لتحرير كامل التراب الليبي من هذه الطغمة الفاسدة المعتدية. نعم، وربما يعني من أقوى التعليقات من جهة المسؤولين ربما ما صرح به عقيد طيار محمد قنونو على مؤتمر الصحفي السيسي وحفتر، يقول ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات، وهكذا تكون هذا الرد الذي يستحقه من الإهمال وليس ربما رد رسمي. نعم، ربما أعود إلى سيادة العميد بوزيد بوشواشي. سيادة العميد، الآن مثل هذه التهديدات التي الآن يهدد بها السيسي
هل وكانت هناك أيضا ضربة الحقيقة ضربة جوية وقصف جوي لقواتنا المتقدمة، لكن كل ذلك لم يمنع من تقدم القوات ودخول إلى مدينة سرت، كيف تعلق على هذه التهديدات؟ نعم سيادة العميد معي؟ انقطع الاتصال. إذن أعود إليك دكتور محمد الحريزي، لو تعلق حول هذه مثل هذه التهديد الذي يصرح به السيسي ويقول بأنه يحذر من التعويل على الحل العسكري في ليبيا. طبعا هو شيء، هذا المؤتمر شيء مضحك للأسف، يعني أن السيسي وحفتر وعقيلة يتكلم على السلام وعلى الحل السياسي وعلى التقاء الليبيين ووقف القتال، يعني أمر حقيقة مضحك جدا. يعني حفتر الآن مهزوم ويجري ويهرب هو وجنجويده وروسه من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان، ثم يخرج السيسي الآن ويقول على الميليشيات أن تسلم سلاحها للجيش الليبي وأن تستسلم. يعني هو مازال يعتبر في حفتر والروس والجنجويد والأفارقة هم الجيش الليبي، ويعتبر الأبطال العسكريين الضباط والقادة والثوار المدنيين الذين يقاتلون الدفاع عن الوطن هم العصابات هم الميليشيات. يعني حقيقة أمر مهزل. الأمر الثاني، يعني نحن لم نسمع أن جهة خاسرة في المعركة تفر من مدينة إلى مدينة، تترك وراها السلاح وتترك وراها موتاهم وقتلاهم، يتركوهم في 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 الثلاجات ويفرون، ثم يأتي بشروط وهو يشترط. يعني هذا أمر حقيقة في منتهى الغرابة وفي منتهى السخرية. هم الآن يجب أن يستمعوا إلى صوت الأبطال الذين يقاتلون في الجبهات والذين يفقدون خيرة شبابهم في كل يوم. يعني نحن ناسى الحقيقة لهذه الأرواح التي تزهق ظلما وعدوانا من قبل هذا الطاغية، الآن يريد أن يفرض شروطه على الليبيين. أبدا، هو الآن لابد أن يسمع صاغرا لشروط وطلبات هؤلاء الأبطال الذين فرضوا واقع جديد وفرضوا يعني مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا. لابد أن يستمع إليهم، لا أن يأتي الآن بشروطهم. عقيل صالح الذي شرعنا لحفتر والذي أعطى له كل الصلاحيات والذي تنازل له عن كل شيء وبرلمانه الذي كان في طبرق، الآن يأتي ويتكلم باسم الشعب الليبي وعن الشعب الليبي. أنتم فقدتم كل الشرعية، أنتم فقدتم كل دور لكم في أي حل سياسي مستقبلي في ليبيا. يجب أن يكون هناك رد رسمي قوي على هذا على هذه الهزعبلات، وأن يرفضوا رفضا كاملا لهذا الأمر. الآن إذا كان هناك حوار يجب أن يكون حوار بين الوطنيين الأحرار من المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، هم الذين يلتقوا في لقاء ويحددوا مستقبل ليبيا. أما هؤلاء الذين خانوا البلد وخانوا الثورة وباعوا مخدراتها للروس وللمصريين وللإماراتيين، يريدوا الآن أن يكونوا هم يقدموا الحل للشعب الليبي. هؤلاء الآن عليهم أن يستمعوا صاغرين. هم استثمروا كثيرا في حفتر واستثمروا كثير من الأموال ومن الإمكانيات، ويريدوا أن لا يخرجوا صفر اليدين. يعني سيسي الآن كل ما يريده أن يكون له موضع قدم في المرحلة القادمة، ويريد أن ينفخ الروح في هذا الجسد الميت اللي هو جسد حفتر وعقيلة صالح، أو لا ينتهوا. الأولى أن يعطوهم سكن في القاهرة ولا في اسكندرية ويخلوهم يقضوا بقية حياتهم إلى أن يواجهوا حكم الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الدنيا، وإن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. نعم. لأنه سبب لكل هذه المصائب التي لحق. كانت الثورة تسير بخطوات جادة وتسير بانطلاقة حقيقية، وكان الشعب منسجم وكانت الحياة طيبة في السنوات الأولى، وإذا بهم دخلت هذه قوة الشر من كل مكان، من الإمارات، من مصر، من الأردن، من فرنسا، من السعودية، دخلوا بكل إمكانياتهم وضخوا كل جهودهم من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه، ولكنهم خسروا وخسرت جهودهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. نعم. ثم يغلبون، وهذا طيب. هو الذي وقع. نعم، نعم. نعم دكتور محمد. والآن عاد إلينا السيد سيادة العميد أبو زيد بوشواشي أمر القوة المتحركة. سيادة العميد، كنت سألتك عن تحذيرات السيسي بعدم التعويل على الحل العسكري بعد هذه الهزيمة النكراء التي تلقاها مجرم الحرب حفتر. أخي كريم، نحن قوات حكومة الوفاق لم نعول على الحل العسكري منذ البداية. نحن نرفض الحل العسكري، نحن دعاة حرب، نحن دعاة سلام، ولكن إذا فرضت علينا الحرب نحن للميدان. قوات
قواتنا بمجرد ما تحولت من الفكرة أو خطة الدفاع إلى خطة الهجوم وانطلاق خطة التقدمات اللي تم في مدن المنطقة الغربية ابتداء من صرمان وخبرات بلاد جمير جلين العسى زلطن إلى التهويج في الفرع مدن باطن الجبل وتحريرها تحرير كامل لمنطقة جنوب طرابلس الكبرى تم تحرير فنحن للحرب إذا فرض علينا، أما إذا خيرنا فنحن للسلام ونحن دعاة الدولة المدنية ونحن لسه دعاة الرب. ولكن إذا تحول والتقدم بقواتنا يلجأ أحلى الشر إلى السلام ويلجأ محوف الشر إلى الاتفاقيات والجلوس على المحادثات وما إلى غير ذلك. عندما كانت قوات حسر تتقدم وتدمر مساكن المدنيين والأبرياء عندما كانت قوات حفتر تقصف أحياء طرابلس أين كان السلام؟ دعات الجلوس إلى الطاولة دعات العسكري عندما كان ما هو الآن ينظرون أو يتحدثون عن السلام عن الجلوس للمباحثات والطاولات وما غير ذلك. نحن نرفض هذا. نحن عندنا يعني حكومة تفضل ولا في هذا سيادة العميد مزيد الشواشي نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أعود إليك سيد عبد الله الرفادي. سيد عبد الله أيضا تعليقا حول المبادرات، عقيل صالح منذ فترة قليلة كان يطرح مبادرة وكأن هناك خلاف مع حفتر ويريد طرح مفاوضات وحلول سياسية، والآن نشاهده يخرج في هذا المؤتمر الصحفي مع حفتر والسيسي وبهذه اللهجة من التهديد والتحذير واللهجة التي ربما تعودناها من الانقلابيين. استاذ عبد الله الكلام ليك والمشاهدين الكرام. عقيلة صالح هو صاحب المشروع العسكري. عقيلة صالح كانت عنده فرصة كرئيس مجلس النواب ان يقود مسار العملية السياسية ويقود مسار الصلح في ليبيا. عقيلة صالح هو من رفض الاتفاق السياسي، وعقيلة صالح هو من رفض المصادقة على حكومة الوثاق الوطني، وعقيلة صالح هو من أتى بحفتر ويعني رقاه إلى رتبة فريق وحس رقى نفسه الى رتبه الفريق الاول ثم رقاه الى 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 رتبه مشير. وعقيله صالح هو الذي رعى مشروع الامارات الخبيث في ليبيا. فعقيله صالح لا يجوز له ان يتكلم على السلام ولا يجوز له ان يتكلم عن العمل العسكري. عقيله صالح حتى فيما يسمى مبادره التي قدمها هو لم يقدم مبادره. الكلام الذي تحدث عنه عقيلة صالح هو نفس الكلام الذي رفضه مرات عديدة 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 هو والسيد المدعو غسان سلامة. حديث إعادة تشكيل مجلس الرئاسي كانت محل حوار بين فريقي الحوار في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ووصلوا إلى تفاهمات وتوافقات، وعقيلة صالح هو من أكبر هذا الاتفاق. إذن الآن عندما حرت شهادة وفاة مشروع الإمارات في ليبيا هذا المشروع الخبيث، والآن عندما تحققت الانتصارات بفضل الرجال الذي يدافعون عن ليبيا ويدافعون عن طرابلس ويدافعون عن مشروعها السياسي اللي حلمنا به عقود وعقود وعقود، وبعد أن رأى هزائمي الآن يعني يهرول هو وسيد حفتر إلى السيسي. هل يعتقدون بأن هذا السيسي
بعد ان يعني خرب مصر، وبعد ان ودا يعني وعد مشروعها الديمقراطي ومسارها السياسي حتى وان اختلف مع كثير من الناس، هذا الرجل هو مؤهل بانه هو يقود مشروع سياسي في ليبيا؟ يعني هؤلاء الناس حقيقه عندهم من صحه الوجه وعندهم من قله الحياه انهم يتحدثون عن الحلول السياسيه ويتحدثون عن شؤون ليبيا وعن توزيع ثرواتها وعن ما يحكم ليبيا وعن ما يقود العمل السياسي في ليبيا. نعم سيد عبد الله، ايضا الم يكن الحل السياسي متاحا قبل 4/4/2019؟ وايضا كان هناك على مقربة أيام فقط تفصل بين عقد اجتماع غدامس لمثل هذه الحلول السياسية، ولكن حفتر أبى إلا أن يستعمل السلاح ودخول طرابلس عنوة. نعم سيد عبد الله. نعم يا أستاذ عبد الله نعم يا أستاذ عبد الله والمشاهدين الكرام، الحل السياسي كان ممكنا وكان معروضا من أول يوم تم فيه توقيع الاتفاق السياسي حتى وإن اختلفنا مع بعض مخرجاته، لكن من وعد مشروع الاتفاق السياسي هو عقيلة صالح ومجلس النواب للأسف. حفتر شخص معروف، شخص مريض، شخص مهووس، مهووس بالسلطة ومهووس بجمع المال ومهووس بالشو اللي يعمل فيه أمام الليبيين كل يوم. ويعني لو السيد عقيلة صالح أراد من يوم الأول لتوقيع الاتفاق السياسي الذي وقع عليه مندوبين في السقيرات، وقعوا يعني مندوبين مجلس النواب وقعوا على هذا الاتفاق، وعقيلة صالح هو المسؤول على أن يضرب بهذا الاتفاق السياسي عرض الحائط. هؤلاء الناس لم تكن يعني ليس لهم مصداقيه اطلاقا. اهلنا في الشرق واحبابنا في الشرق هم جزء رئيسي من ليبيا. والشرق له رجاله وله شيوخه وله علماء وله مثقفين وله يعني قيادي الراي اللي في الشرق. هؤلاء الناس يستطيعوا ان يقودوا الان حوارا سياسيا وتوافقا وتصالحا مع اخوانهم في بقيه مناطق ليبيا. طالما يجب ان يعرف الشعب الليبي جميعا، طالما يوجد شخص اسمه حفتر الان في المشهد السياسي او في المشهد العسكري لن ترتاح ليبيا. جهود الليبيين جميعا يجب ان تتجه الان، لان هذا الرجل ينتهي من المشهد الليبي. عليه ان يذهب للامارات اللي عنده فيها املاك وبيوت، وعليه ان يذهب لمصر اللي عنده فيها املاك وبيوت، وعليه ان يذهب الى امريكا التي عندها فيها املاك وبيوت كلها من عرق ورزق الشعب الليبي، ويترك الليبيين في حالهم. الليبيين قادرين بعون الله سبحانه وتعالى عن تجاوز هذه المحن وتجاوز المشاكل اللي بينهم. نعم. عندما يختفي هذا الرجل حفتر. نعم طيب سيد محمد، دكتور محمد حريزي، مثل هذا الاعلان او وما سماه مبادره السيسي باعلان اطلاق وقف اطلاق النار اليوم الساعه 6:00، و إذا كان حفتر رفض التوقيع عن وقف إطلاق النار في موسكو ثم أيضا في برلين وأصر على الحل العسكري، وبعد هزيمته يأتي السيسي في القاهرة ويعلن عن إيقاف إطلاق النار، من هو السيسي ومن يكون وكيف يمكنه أن يفرض مثل هذا الحل، أو هو فقط فقاعة إعلامية؟ وأول شيء يبدو أنه الرجل ليس مطلع على ما يجري على الأرض الليبية. يعني لو كان رجل عسكري ورئيس دولة وقام بانقلاب عسكري خادع، يعرف أن حفتر قواته تفر من مكان إلى مكان، كيف يعرف وقف إطلاق النار وهم هاربين بأسلحتهم وهاربين وتركين وراهم كل الأشياء؟ يعني كلام ليس منطقي. أنا أعتقد إذا كان نحن جادين وإذا كانت المنطقة الغربية والجنوبية جادين في حل، احنا لا نشك ان الحوار لابد من حوار، لكن الحوار مع من؟ انا في اعتقادي كشخص عاشر هذه الثورة من بدايتها
الحوار ليس مع حفتر ولا مع عقيلة صالح ولا مع برلمانه أبدا، الحوار مع المنطقة الشرقية هو مع الأحرار الذين هجروا من درنة وطبرق والبيضة وبنغازي وموجودين في كل مدن ليبيا. هؤلاء هم الذين يجب أن يشكلوا مجلس ويكون هم الحوار معهم. هؤلاء هم الحرار الذين يمثلون المنطقة الشرقية، لا أحد يمثل المنطقة الشرقية اليوم، لا حفتر ولا عقيلة صالح ولا برلماني. هؤلاء كلهم خانوا الثورة وهؤلاء كلهم سبب هذه المصائب. وإذا كان هناك حوار يجب أن يتم مع هؤلاء الأبطال الذين هجروا من ديارهم والذين ثبتوا على مبادئ ثورة 17 من فبراير. هؤلاء هم الذين يمثلون المنطقة الشرقية من حدود المصرية إلى أجدابي. هؤلاء الحرار يجب أن يشكلوا فعلا الآن قيادة سياسية وتتكلم باسم المنطقة الشرقية حتى لا يتاجر بها المتاجرون، ويتركوا الفرصة لهؤلاء الذين يعني يتسلقون مع الإمارات ومع مصر ويجرون ومصالحهم، خربوا الخزينة الليبية وخربوا البلاد وخربوا العباد وقتلوا وهجروا، وهؤلاء الآن يتكلمون باسم ليبيا. هذا ليس لهم مكان في الحوار أبدا. حفتر مكانه السجن سواء كان في ليبيا ولا في محكمة الجنايات الدولية، وليس مكانه طاولة الحوار مع الليبيين. أنا أتمنى فعلا لقيادات المنطقة الغربية السياسية أن تسعى لفعلا تكوين قيادة قوية من المنطقة الشرقية يمثلها هؤلاء الذين هجروا والذين قاتلوا والذين لازالوا يقاتلون لحد الآن في المنطقة الغربية وفي طرابلس وفي ترهونة، جاءوا من درنة وجاءوا من بنغازي والبيضة ودرنة وجدابية وكل مناطق المنطقة الشرقية، وما زالوا على خط الثورة 17 من فبراير، لم يتنازلوا عليه رغم ما قدموا من تضحيات وجهاد وفقدوا أهاليهم وأسرهم وبيوتهم وإخوانهم وأموالهم، تركوا كل شيء حقيقة. هؤلاء هم الذين يمثلون المنطقة الشرقية، لا أحد يمثل المنطقة الشرقية غيرها إذا فعلا نريد حل حقيقي لليبيا. أما إذا نريد يعني نوع من الترقيع ومراضات لهذا ومراضات لهذا، فنحن سنبقى في مشاكل ولن تنحل المشكلة في على لا. على المدى القريب. طيب سيد عبد الله الرفادي، كرد فعل وتصريح رسمي على ما سمعناه وشاهدناه من مؤتمر السيسي، السيد خالد المشري يقول نرفض أي مبادرة خارج الاتفاق السياسي. يعني هل ترى بأن ردود الفعل الرسمية من قبل الرئاسي أو مجلس النواب أو مجلس الأعلى للدولة مناسبة لتصريحات السيسي وحفتر، أم هي تحتاج أيضا إلى أن تواكب هذه الروح؟ ربما الملاحظ أن هناك تصريحات تصدر من القيادة التركية أشد وأوضح من القيادة السياسية في ليبيا. هو بدون شك هو. نعم تفضل استاذ عبد الله. نعم استمع لك. نعم هو بدون شك بأن هذه الأجهزة الرسمية للدولة نحن ننتقدها ونقر حقيقة بأن أدائهم سواء في أدائهم العمل أو في أدائهم الإعلامي أو أدائهم السياسي ضعيف. نحن في هذه المرحلة أستاذ عبد الله من هذه الأجهزة الرسمية هي أجهزة مسؤولة، سواء جهاز سواء الرئاسي أو الدولة أو مجلس النواب، هذول أجهزة مسؤولة أمام الشعب الليبي وأمام الله سبحانه وتعالى، ولا نريد منهم تصريحات التي عن سرية لا أساس لها من الصحة، نريد منهم أفعال. عليهم الآن أولا بأن يخرجوا، نحن كنا طلبنا منهم على الأقل في قوى التيار المدني، طلبنا من هذه الأجسام الثلاثة أن تخرج مع بعضها كلها في بيان موحد للشعب الليبي تقول فيه أن نحن نرفض مشروع الإمارات بقيادة حفتر، وأن هذا المشروع قبل وانتهى، وأن نحن لا يمكن أن نتفاوض أو نلتقي مع هؤلاء الناس، وأن المرحلة الآن تتطلب تكاتف الشعب الليبي جميعا في شرقنا وغربه وجنوبه بقبر هذا المشروع وأنهاء والتوجه إلى بناء دولتنا والتصالح بين أبنائها. الآن أمام هذه الانتصارات ووصول أبطالنا إلى مدينة سرت، هناك قرار من الأفعال التي يجب أن تفعلها هذه الأجهزة بدون أن تدخل في هذه العنصريات وهذه التصريحات التي لا تعني شيء. الآن مع وصول أبطالنا إلى سرت، هناك قرار كان أنشئ بإنشاء غرفة عمليات المنطقة الشرقية بقيادة ضباط أكفاء
وشبابنا من المنطقة الشرقية من كل مناطق ليبيا الذي قاتل مع 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 إخوانه جنب إلى جنب في 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 جميع محاور طرابلس. الآن أصبحوا جاهزين للحركة على هذه على هذه المجالس الثلاث. إذا كانت صادقة في تصريحاتها وفي بياناتها أن 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 تدعم هذه الغرفة من الآن، تدعمها ماديا وتدعمها بالرجال وتدعمها بالسلاح، وأن تعلم بأن هذه الغرفة هي المسؤول الوحيد فقط عن التحرك في المنطقة الشرقية، وتعطى لها كافة الصلاحيات وكافة الإمكانيات، وأن لا يلتفت، لأن هناك الآن محاولات من بعض القوى للتشويش على هذه على هذه الغرفة وعلى قيادتها، وأن هذه الغرفة طالما هي تحت الدولة وتحت قيادة الدولة وتحت وزارة الدفاع والأركان ويقودها القائد الأعلى للجيش الليبي، عليهم أن يوفروا لها الإمكانيات ويعلنوا بأنه لا توجد أي قوة مشرعنة إلا هذه القوة، ويجب على هذه القوة أن تستعد لتنفيذ المهام التي توكل إليها. أما البيانات يعني مقطورة للأسف، يعني سوف لن تكون لها أي تأثير. أنا أتمنى أن يطبقوا الأرض الذي عرض عليهم من قوة التيار المدني، ويخرج جميعهم ثلاثتهم في مسمى الصحفي ويعلن توحيد رسالتهم وتوحيد هدفهم، وإن الآن أصبحت ليبيا كلها ميدان للحركة العسكرية لتحرير وإنقاذ ليبيا من هذه الشرذمة التي تعمل وفق مخططات إقليمية خبيثة للحيلولة دون أن تكون ليبيا دولة لا كيانة. أرجو من هذه الأنجزة أن تتفطن لهذا الأمر وتعمل على الأرض بدل هذه البيانات التي لا تعني شيء. نعم. طيب دكتور محمد حريزي، الآن مثل هذه الانتصارات وربما تحرير المدن نحتاج إلى استثمار هذا الانتصار وبالفعل أن يكون يفرض سلم دائم وثبات، ولا تكون المدن يوضع عليها قيادات ربما تنقلب في وقت كما رأينا في وقت سابق. الآن المثال أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف تقوم بتعيين مداخل على رؤوس مكاتب هذه المدن المحررة من نفس التيار المدخلي، وقس على ذلك ربما أيضا الداخلية تحتاج إلى أيضا تعيين قيادات حقيقية موالية لعملية بركان الغضب حقيقة وليست مجرد شعارات ربما كما رأيناهم في صرمان وصبرات سابقا. نعم، وحقيقة نحن في مواجهة في معركة مع طرفين، مع طرف عسكري يقوده حفتر وداعميه، وطرف يدعي التدين، وأيضا وهو طرف موالي لحفتر ومدعوم من نفس الأطراف التي تدعم حفتر. وللأسف حركتنا نحن فيها نوع من مش عايز أقول السذاجة، لكن عدم تقدير الخطورة الموقف. نعم، انقطع الاتصال مع دكتور محمد. طيب إذا لو أمكن إذا كان يمكن إعادة الاتصال. نعم، إذا أعود إلى السيد عبد الله الرفادي. سيد عبد الله الرفادي، ربما كنت سألت الدكتور محمد الحريزي عن هذه المسألة، وهي الآن حقيقة تتكرر كثيرا بعد كل الحروب التي يخوضها ثوار فبراير، ولكن بعد ذلك تتجدد هذه المسائل ولا يكون قطف الثمرة واستثمار هذه الحروب هذه الانتصارات لصالح بناء الدولة. نعم سيد عبد الله. نعم دكتور. نعم شوف دكتور عبد الله، بكل وضوح بكل صراحة، نحن ليبيا دولة مسلمة ويتبع أهلها المذهب المالكي والمذهب الإباضي بكل وضوح بكل كذا. نحن ناخذ فتوانا وناخذ أمور المتعلقة بعقيدتنا من علماء بلدنا مع احترامنا الشديد
لكافة هذه التوجهات سواء كانت سياسية ولا الدينية، لكن يجب أن تبقى التوجهات الرئيسية في الموضوع المتعلق بالنواحي الأساسية منبثقة من 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 تراث هذا الشعب ومن تاريخه ومن حضارته ومن 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 رؤاه الوطنية. وكذلك المسائل المتعلقة بعقيدتنا وبديننا يجب أن تكون في إطار مذهبنا المالكي ومذهبنا الإباضي. هذا بكل وضوح مع احترامنا الشديد لكل إخواننا اللي يشاركونا في العقيدة ويشاركونا في الدين. وهذا من شأن الحقيقة أن يسد الباب على موضوع الخلافات المتعلقة بالدين وبالعقيدة بدون شك. الدرس الذي يجب أن نعيه وللأسف الشديد نحن لم نطبق من مجلس الانتقالي مع احترامنا الشديد له ولما قام به انتهاء بالمؤتمر الوطني إلى البرلمان إلى مجلس الأعلى الدولة، لأن نحن قمنا بثورة وهذه الثورة لم نكملها، قمنا بثورة وأتينا بالإلزام لأن يشاركون فيها، بل رئيس المجلس الانتقالي كان منهم. فحقيقة هذا بعد 10 سنوات الآن من الدرس، وأتينا بالإسلام وزراء وأتينا بهم رؤساء لأجهزة الأمنية في ليبيا وفي الجيش وفي الخارجية وفي كل مفاصل الدولة، والنتيجة الآن بين أيدينا مع احترامنا الشديد لها. الآن مفروض أول مرة من رجال الثورة اللي هم الآن أصبحت الثورة أمانة في أعناقهم اللي دافعوا عليها واللي قدموا دماء عمليها بحيث تستمر هذه الثورة. يجب علينا من الآن فصاعد إن شاء الله نحن مستطيلين بعون الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مؤكد إن شاء الله بعون الله، ولكن يجب علينا أن نتعاطى مع شان السياسي الآن بطريقة مختلفة، طريقة ما فيهاش ضعف، طريقة تخرج عن المجاملات، تخرج عن القبلية، تخرج عن الجهوية. نحن لباس بأن نواعي التوازنات الجهوية في ليبيا، هذا لباس، وعلى مدار تاريخ ليبيا أيام العهد الملكي مرورا بالقذافي وانتهاء بالثورة كانت هذه التوازنات مرعاة، وهذا أمر لا بأس به. ولكن أن يكون ديدنا الآن في هذه المرحلة التي نريد أن نبني فيها ليبيا وبعد هذه الدماء التي أريقت من 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 17 فبراير الآن ونسلم مقدرات بلادنا إلى ناس عندهم أجندات تختلف عن أجندة الثورة، هذا أمر يجب أن نتوقف عنه، يجب أن نتوقف عنه. هؤلاء الناس اللي بيجين وإخواننا وقاعدين معانا ونحن هذا الأمر يعني لا بأس فيه، لكن حقيقة إدارة الدولة من الأرض صاعدا يجب أن تخرج عن دائرة هذه المجاملات وهذا الضعف وهذه الترضيات. السيد نحن واحدة من مشاكلنا الرئيسية مع احترامنا للسيد فايز سراج لأن هو أقام فترة يعني إدارته للدولة على المجاملات، هو من جامل حفتر، جامل في أبو ظبي وجامل في باريس وجامل في روما وجامل في حرب على البنغالي وحرب على الدرنة. لو الدولة للأسف بقيادة سيد فايز سراج وزير الدولة وقفت مع ثوارنا في درنة ووقفت مع ثوارنا في بنغازي لم نصل إلى ما وصلنا إليه. هذه المجاملات هي التي أوصلت حفتر إلى 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 أبواب طرابلس. إذا إحنا كلنا بإدارتنا السياسية وبأحزابنا وبإعلامنا وبتجمعاتنا كلها يعني نركن مجددا إلى هذه المجاملات التي سوف لن تؤدي إلى بناء ليبيا، نجد وقعنا في نفس المطب اللي وقعنا فيه في السابق. نعم. ولا سيد عبد الله فادي الآن ربما دخلت قوات بركان الغضب إلى مدينة سرت بالكامل وفرت أمامها جحافل الثوار، عصابات حفتر هاربة إلى المنطقة الشرقية، وهذا ربما يبشر إن شاء الله بتقدم كتائب الجيش الليبي وبركان الغضب إلى مناطق أخرى. هذه النتيجه كل متوقعينها. انا كتبت اليوم يعني غردت اليوم بتغريدة بان ان شاء الله احنا طالعين سرت بعدها حتنتهي بعدها ان شاء الله الزفره، انا متوقع انها حتسقط بنفسها. والجنوب بمجرد ان شاء الله سيطره جيشنا على الجنوب على الزفره منطقه الجنوب حتنتهي. هذا امر ان شاء الله انا متاكد ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى وثقتنا بالله كبيره بان خلال يعني اليومين الجايات حتكون منطقه الجنوب بالكامل منتهيه. ويعني اتمنى حقيقه
بعد انتهاء سرت وانتهاء الفترة أن يتولى يعني رجالنا وخاصة غرفة عمليات المنطقة الشرقية تأمين الحقول والموارد النفطية. هذه مرحلة مهمة جدا بعون الله، وهذه إن شاء الله اللي حتقودنا بعون الله سبحانه وتعالى إلى أن تكون قواتنا غرفة عمليات المنطقة الشرقية إن شاء الله على مشارف الزاوية. أنا عندي المعلومات اللي عندي المؤكدة عندي بأن حفتر بدأ ينقل في الذخائر من منطقة الزاوية إلى مناطق أخرى قريبة من بنغازي. نعم. وهم يتوقعون بأن الزاوية حتسقط قريبا ممكن خلال يومين أو ثلاثة بعون الله سبحانه وتعالى. نحن ماشيين، أنا أظن بأن نحن ماشيين في الاتجاه الصحيح. يجب على شبابنا وعلى قواتنا في الحقيقة أن يحافظوا على فاعلية هذه القوات، وأن يحافظوا على أنها قوات رسمية، وأن لا يتصرف تصرفات لا تليق بالثورة ولا تليق بهم ولا تليق بهم كجيش، وأن يعني بقدر الإمكان أن لا يسمحوا بأي تجاوزات تحصل الآن في كما كانت تجاوزات قليلة في مناطق الغرب الليبي وفي ترهونة. أرجو أن يكون هناك ضبط نفس، وأرجو أن تتصرف هذه القوات تصرفات عاقلة، تصرفات يعني تؤكد لأن هذه قوات رسمية، قوات لم تأتي للانتقام، قوات لم تأتي لتسقط حسابات، ولكن قوات أتت لتأمين ليبيا وتجهيز المسرح السياسي والاجتماعي إلى عودة ليبيا إلى حضن الثورة. نعم. وإلى عودة الوئام والسلم والصلح والتحاور بين الليبيين. نعم، نشكرك السيد عبد الله الرفادي رئيس حزب الجبهة الوطنية، نشكرك شكرا جزيلا لهذه المشاركة. كذلك نشكر أيضا الدكتور محمد الحريزي عضو مجلس الانتقالي السابق، كان معنا في هذه التغطية. وأيضا نشكر سيادة العميد بوزيد بشواشي أمر القوى المتحركة، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل أبطالنا في محاور القتال، نعلن في هذه اللحظات التاريخية تحرير العاصمة طرابلس بكامل حدودها الإدارية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.